ما هو برنامج التجسس بيجاسوس؟ وهل يجب القلق بشأنه؟ يمكن تنزيل وتشغيل برنامج بيجاسوس على أي جهاز يعمل بنظام iOS أو أندرويد، ويمكنه التجسس على جميع أنشطتك التي تقوم بها في هاتفك المحمول. إليك ما تحتاج إلى معرفته عن هذا البرنامج الخبيث. ظهر في أخبار التكنولوجيا في جميع أنحاء العالم مؤخرا هذا البرنامج بيجاسوس. يمكن لهذا البرنامج الذي يبدو أنه لا يقهر أن يصيب الهواتف الذكية المحدثة بالكامل عن طريق رابط أو حتى عن طريق مكالمة واحدة ضارة. إن برنامج بيجاسوس هو برنامج تجسس يستخدم لغزو خصوصية الأشخاص وتسريب معلوماتهم الشخصية. إليك كل ما تحتاج إلى معرفته عن هذا البرنامج قبل أن تبدأ التحقق مما إذا كان هاتفك مصابا به أم لا. ما هو برنامج بيجاسوس؟ على عكس برامج التجسس السابقة التي سمعنا بها عبر الإنترنت، لم يتم إنشاء بيجاسوس بواسطة متسللين مجهولين يعملون عن طريق الإنترنت المظلم أو الدارك ويب. إنه برنامج القرصنة والتجسس الذي أنشأته شركة المراقبة الإسرائيلية، ويتم تسويقه وترخيصه فقط لاستخدامه من قبل الدول والأنظمة الحاكمة في العالم. برنامج التجسس بيجاسوس ليس برنامجا جديدا، تم اكتشافه للمرة الأولى سنة 2016، حيث أصاب أجهزة شركة أبل التي تعمل بنظام iOS وأجهزة الأندرويد أيضا، وذلك من خلال هجمات التصيد الاحتيالي. وهو شكل من أشكال الهندسة الاجتماعية، حيث يخدعك المتسلل للنقر على رابط ضار يرسله إليك في رسالة نصية قصيرة أو بريد إلكتروني. منذ ذلك الحين تقدم البرنامج سريعا لمدة 5 سنوات، وأصبح بيجاسوس التابع لشركة NSO الإسرائيلية أقوى من أي وقت مضى. بدلا من الاعتماد على وقوع المستخدمين ضحايا لهجمات التصيد الاحتيالي وغيرها من الطرق التي تتطلب تدخل المستخدم، أصبح برنامج التجسس بيجاسوس الآن يعمل من خلال الهجوم دون انتظار، أو ما يعرف بالصفر نقرة. وهو نوع من الهجمات الإلكترونية التي لا تحتاج إلى تفاعل المستخدم أو الجهاز مع برنامج التجسس للتسلل إلى الهاتف. إحدى الطرق التي يمكن أن يصيب بها بيجاسوس جهازك هي عبر مكالمة فائتة، وهذا شيء لا يمكنك توقعه أو حتى حماية نفسك منه. من السهل على بيجاسوس اختراق الأجهزة المحمولة، ولن يعرف المستخدمون أيضا أنهم أصيبوا به على الرغم من كونهم حذرين أثناء تصفح الويب. ماذا يعمل برنامج بيجاسوس؟ بمجرد أن يصيب بيجاسوس أي هاتف محمول، فإنه يتمكن من السيطرة على البيانات وميزات الجهاز المخترق. بمعنى آخر، يتحول الهاتف إلى جهاز تتبع ومراقبة غير محدود على مدار 24 ساعة. يمكن لبيجاسوس الحصول على جميع بيانات الهاتف المخترق، كالرسائل ورسائل البريد الصوتي والمستندات ومقاطع الفيديو والصور وحتى بيانات التطبيقات الأخرى. يتضمن ذلك البحث في تطبيقاتك عن البيانات وسرقة كلمات مرورك للوصول إلى حسابات وأجهزة أخرى على الإنترنت منفصلة عن حسابك. يمكن لبيجاسوس أيضا تشغيل الكاميرا أو الميكروفون بجهازك والبدء بالتسجيل في الوقت الفعلي دون أن تشعر بذلك. هل يجب أن تقلق بشأن برنامج بيجاسوس؟ ذكرت شركة NSO Group Technologies حتى الآن أنه لا علاقة لها بأي شيء من أشكال القرصنة وانتهاك الخصوصية التي تحدث في جميع أنحاء العالم بواسطة هذا البرنامج، برنامج بيجاسوس، لأنها ببساطة الشركة المصنعة وليست المهاجم. وبينما تزعم شركة NSO أن برنامج التجسس بيجاسوس كان مخصصا للاستخدام بشكل صارم ضد المجرمين والإرهابيين، فإن النتائج الحالية تشير إلى خلاف ذلك. كشفت التحقيقات عن قائمة أهداف تحتوي على أكثر من 50,000 رقم هاتف ذكي، وهذه الأرقام مجهولة المصدر. ومع ذلك وجدت تحقيقات أخرى أن هذه الأرقام تخص مئات السياسيين والموظفين الحكوميين الرسميين، وما يقرب من 200 صحفي و85 ناشطا في مجال حقوق الإنسان من أكثر من 50 دولة حول العالم. نظرا لأن بيجاسوس هو برنامج تجسس خاص، فمن المستبعد جدا أن يتمكن شخص ما من الحصول عليه من خلال الدارك ويب. يقال إن هذه الشركة NSO تتقاضى مئات آلاف الدولارات من العملاء لمنحهم إمكانية الوصول إلى نظام بيجاسوس، ناهيك عن الرسوم الإضافية لاستخدامه فعليا للتسلل إلى الهواتف الذكية لأشخاص آخرين. في حين أن الرقم 50,000 هو رقم كبير،
وإذا لم تكن صحفيا أو ناشطا أو موظفا حكوميا ولديك إمكانية الوصول إلى معلومات ووثائق حساسة، فمن المحتمل أن رقم هاتفك ليس مدرجا في تلك القائمة. كما أنه لن يدفع أحد نصف مليون دولار للتجسس عليك، هذا إذا استطاعوا الحصول على إذن مسبق من شركة NSO أولا. وفي الأخير، ما يتم تداوله في الأخبار بأن بيجاسوس هو ملكية خاصة لا يمكن الوصول إليه إلا للحكومات والجيش، ولكن بمجرد أن تظهر ثغرة صفر نقرة في أي نظام فإن بيجاسوس سيستهدفه حتما. إنها مجرد مسألة وقت تتمكن برامج التجسس الأخرى التي تشبه بيجاسوس بغزو الإنترنت عن طريق استهداف الأشخاص العاديين.